كابتن شريف، مباراه تاريخيه ومواجهه تاريخيه بين اتنين كبار، وزي ما احنا عارفين التاريخ ما بيكتبش من ماتش او من بطوله، ولكن التاريخ بيكتب نتيجه جهد كبير جدا، نتيجه سنين كبيره جدا فيها بطولات وفيها عرق وفيها انتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت بتتكلم كده مظبوط طبعا. نعمه ان النادي الاهلي واحنا اهلاويه كلنا ان احنا نبقى موجودين في نصف نهائي بطولة العالم للأندية، بطل قارة أفريقيا وبطل قارة أوروبا. نهينا عن الأسماء، نهينا عن البطولات، نهينا عن كل شيء. النهاردة في حدث كبير جدا نفخر به كلنا إحنا كمصر والنادي الأهلي، إن إحنا في المرحلة دي من البطولة ولينا الطموح صحيح إن إحنا نبقى متواجدين في الفاينل بإذن الله. بإذن الله الطموح والوجود لينا سابق معرفة بأندية كتير أوروبية، كان لنا في العهد القديم والعهد الحديث وكل وقت إن احنا بنلعب الأندية الكبيرة دي، نبقى باسمنا وبمعطياتنا داخل الملعب هو ده اللي بيسطر تاريخ. زي ما انت بتقول، انت عندك فرصة كبيرة قوي لكلما انها تبقى متواجدة أو تبقى موجودة تاني، انك انت بتلعب بايرن ميونخ بطل أوروبا ومن أكتر الفرق في العالم الاحتياز على الجوائز والبطولات، وانت كمان بنفس الشكل وبتلاحق انك انت تبقى موجود في العالميه دي دايما، وده مبدأك ومبدأ المؤسسه اللي انت بتشتغل معاها. فمباراه زي دي النهارده لازم النهارده الدنيا كلها كلاعيبه اولا وكاداره فنيه تتمسك بهذا النجاح اللي احنا فيه، تتمسك انها تبقى في الفاينل، يا اما كده يا ايمن يا اما احنا هنبقى زي ما الناس بتقول، يعني مباراة دول يعني كسبانين برشلونة وكسبانين ريال مدريد وكسبانين العالم كله وليدنج في الدنيا كلها. عمرنا ما بصينا حتى في القديم واحنا بنلعبهم، عمرنا ما بصينا على اسماء جوه، عمرنا ما بصينا على حاجه غير احترام. يعني احنا كنا بنحترم الفرق الكبيره اللي بتيجي حائزه على بطوله اوروبا، حائزه على كل البطولات، حائزه على بطوله اسبانيا، بطوله اي حاجه. حتى اخر ماتش اتلتيكو مدريد يوم ما لعبناه هنا برضو كنا يعني مركزين تماما ان احنا نعمل شكل جميل جدا قدامهم، ان دي سمه نادي الاهلي دايما في المحافل اللي هي الوديه او الرسميه قدام الفرق الاجنبيه. النهارده زي ما احنا قلنا احنا بنلعب في الملعب بفرقتنا بلعبتنا بشكل انا بحترم اللي قدامي بس، مش بحترم النتائج فقط، لا انا بحترم الفرقه اللي قدامي كفرقه احنا شايفينها عندها من القوه البدنيه التحركات والدخول في المباريات واحراز الاهداف، ودايما ليهم التفوق. لما بتحصل لهم مباراه بيخسروها او اي حاجه بيتعلموا منها كتير قوي، بنبص ليه راجع وحش تاني جوه الملعب. فانا ما عنديش فرق ايمن حلالك بالبلدي بقى دلوقتي بين فرقتي وفرقتهم غير القوه البدنيه اللي هم في الاتموسفير اللي بيلعبوا فيه هناك في المانيا والملاعب والحاجات دي والفلوس والدنيا كلها. انما انا عندي لعيبتي بسم الله ما شاء الله يقدروا يتعاملوا ويتعاملوا جيدا جدا في التماسك، لو شالوا من دماغهم حكايه ان دي ده ليفل واحنا ليفل، لا احنا الحمد لله ده موجودين في مباراه النهارده. انا بحس ان احنا فرقتين قد بعض. لما لعبناهم زمان يا ايمن وكسبناهم وكان لينا السبق الحمد لله، لعبناهم لان احنا نازلين نعطي في الملعب احنا امكانياتي شكلها ايه، نازلين نلعب في الملعب انا بلعب ازاي او انا عايز ايه من الماتش. ممكن حضرتك جبت جول في الماتش ده، كان ليا الحظ وجبت جون وكابتن خطيب جاب التاني وكسبنا 2-1 وكانوا ابطال اوروبا ساعتها. انما احنا كنا نازلين نلعب، مش الكوتش هو بيكلمنا كان بيقول لنا مصطفى عبده هيعمل كذا والخطيب بيعمل كذا وشريف هيرجع يمسك الباك بتاعه، ما قاليش اسم لعيب برايتنر ولا جورد مولر يا ماري همام انت ما يعملش مش عارف مين. انت تلعب لعبك. أيوه. انت تشوف انت هتبتدي منين، هتروح ازاي، هتخش نص الملعب. انا الجون اللي جبته اختراق من العمق بتاع بايرن ميونخ. أيوه. فانت اللي بتحدد لما بتنزل امكانياتك فين. أيوه. شكلك فين، عايز تدي ايه في المباراه النهارده. فان شاء صحيح. الله يكون لينا حظ ان احنا نتماسك وننسى بعد دقيقه او اتنين رهبه الموقف كله، انت بتلعب بايرن ميونخ وبتلعب في الجيم، ان شاء الله يكون ليك حظ باذن الله رب العالمين.